السادات والسادة، تحية لحضراتكم في هذا الحوار الجديد في مشهد اليوم. مشاهدينا الكرام، نستعرض مع حضراتكم أبرز التطورات على الساحة السياسية المصرية، ومن أبرزها على الإطلاق النقاط الهامة التي أوضحها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية. الرئيس عدلي منصور يعلن تعديل خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية ثاني خطوات خارطة الطريق بدلا من الانتخابات البرلمانية. كذلك الرئيس عدلي منصور يناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر قضايا الإرهاب، كما يناشد أيضا النائب العام بمراجعة حالات المعتقلين وبشكل خاص من طلاب الجامعات. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المقصود بالمعتقل هنا هو الشخص الذي تم احتجازه من قبل الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، لأنه لا يوجد في السجون المصرية أي معتقل إداري. للمزيد من التفاصيل في المشهد السياسي، اسعد مع حضراتكم بان يكون ضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه يعني قبل ما نخش في التفاصيل، المشهد برمته من الامس واليوم ما اعلنه الرئيس. يعني انا اعتقد انه توقيت خطاب السيد الرئيس له دلاله، يعني لانه كما تعلم حضرتك كان طوال الاسبوع الماضي كنا شاركنا في بعض اللقاءات اللي كانت مع السيد الرئيس بخصوص مطالب بعض القوى الثوريه ولقائه المباشر مع بعض شباب الثوره على مختلف درجاتهم، يعني لا احد يدعي انه كان الشريك الرئيسي، لكن كانت فصائل مختلفه وشرائح مختلفه من الشباب، وكانت هناك مطالب محدده من قبل مجموعات الشباب التي التقت السيد الرئيس. وكان قبلها في 4 لقاءات تمت على مستوى المثقفين والنخبة السياسية بهدف يعني تكشف المواقف للخطوة التالية لما بعد إجراء الاستفتاء. الواضح انه السيد الرئيس بيتمتع بخبره وحنكه الان سياسيه. توقيت دلاله الخطاب له دلالته، هو ثاني يوم لاحداث 25 يناير الثوره والاحتفالات، ثاني يوم للحدث نفسه بمشاركه كل قطاعات الدوله، ليست الاجهزه الامنيه ولكن الاداريه. اهم النقاط الرئيسيه اللي حضرتك تكرمت واشرت ليها، انا اعتقد هي دي اللي بتدي مؤشرات لبناء الخطوه التاليه في اركان النظام السياسي. انا تعلم انه المطالب الرئيسيه باجراء الانتخابات الرئاسيه على اعتبار ان الدوله المصريه في حاجه الى رئيس، وان الخطوات الاجرائيه لا توجد مشكله لا على المستوى الاجرائي، لانه كما تعلم في فرق كبير جدا بين اجراء الانتخابات البرلمانيه وبين انتخابات الرئاسه. لكن في مشكله رئيسيه هنا خلي بال حضرتك فيها، ان احنا كنا نتوقع انه يتم تحديد هندسه بناء النظام السياسي باكمله. ربما كان احنا عندنا طموح اكثر من اللازم انه تتحدد كل الخطوات بتوقيتات زمنيه معينه، لاننا نخاطب مجتمع دولي يريد ان يتعامل معنا بصوره مباشره، بمعنى انه يبقى في انتخابات الرئاسه ثم انتخابات مجلس النواب في التوقيتات الزمنيه من والى. خد بال حضرتك دي مهمه قوي، لانك تخاطب مجتمع دولي يريد ان يعرف الخطوه التاليه والثالثه الان، لانه الخطوه التاليه انتخابات الرئاسه ستكون في خلال فتره وجيزه، وبالتالي ننتقل من النقطه ب الى النقطه ج في بناء هذا النظام. انا اعتقد يعني انت تقصد انه كان المطلوب ايضا في هذه الخارطه ان يتم الاعلان عن توقيتات محدده، توقيتات محدده لبدايه الانتخابات الرئاسيه وانتهاء الانتخابات الرئاسيه ثم البدء في الانتخابات البرلمانيه. بالظبط كده. بالظبط كده. ربما ينظر البعض ان هذه امور اجرائيه، لكن خليني اقول لا، هي دي امور هامه. يعني هو البعض بيقول ان هذه الامور محدده وفقا للقانون على اعتبار ان يعني دلوقتي يعني انا اعتقد ان المجتمع الدولي يريد من مصر مباشره للمراحل السياسيه والتجربه الديمقراطيه والليبراليه الا الامور الا تفصل بتفصيلات مختلفه. يعني كنا خلال فتره وجيزه بنتناقش كسياسيين وفقهاء قانون انه هل نحن في حاجه لاعلان دستوري زي ما كنت بتناقش مع حضرتك، ولا الدستور الجديد أقر بهذا في القضية تبقى محسومة. الأمر الثاني وأنا أعتقد دي نقطة مهمة برضو حضرتك تكرمت وعرضتها، موضوع المعتقلين. خلي بال حضرتك كلمة المعتقل خطأ، يعني ربما نروج إحنا لأنه هناك حتى هو بس عشان استكمالا لهذه النقطة، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية هو أوضح النقطة أوضح هذه النقطة وقال المقصود بالشخص المعتقل هو الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء الشرطة القبض عليه وحتى عرضه على سلطات التحقيق. صحيح. وليس المقصود بالمعتقلين هنا المقصود به في قانون الطوارئ بشكل عام. خلي بال حضرتك في هذا
الموضوع فيه غير دقيق، غير دقيق وغير واضح وفيه غس كتير. تمام. بعض اتكلم على ارقام كبيره جدا غير صحيحه، بعض اتكلم على ملاحقات انت تقصد انها يمكن ان تستغل بصوره، وانا اعتقد ان دي برضو يعني من الذكاء انه المتحدث على طول بيفسرها في هذا التفسير. لكن على اي حال انا اعتقد ان مؤسسه الرئاسه تتعامل اليوم برؤيه سياسيه قبل ان تكون رؤيه قانونيه، انت تخاطب كل القوى المجتمعيه والسياسيه، وبعد قليل ستتخذ الاجراءات الاجرائيه الخاصه بقى بتنظيم سير لعمليه انتخابات رئاسه الجمهوريه في مصر. طيب يا دكتور، اولا نحن الان امام انتخابات رئاسيه، دلالات المشهد السياسي بالامس واليوم فيما يتعلق بالمستقبل الانتخابات الرئاسيه، ما تتوقع انت على الساحه السياسيه المصريه في هذه الحاله؟ شوف حضرتك، انت امام مسارين، خلينا نكون واضحين في هذا وانت بتحلل تحليل سياسي مباشر. عندك مسار سياسي مرتبط بالعمليه السياسيه واستحقاقاتها اللي احنا بنتعرض ليه، وجزء اخر مرتبط بدور القوى السياسيه في بناء المراحل التاليه. انا اعتقد ان القوى السياسيه الان يعني هيبقى من الواضح جدا انه المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية عليهم ان يتقدموا بالخطوات الاجرائية، لكن انا اعتقد انه لابد ان يكون لديك الان لديك اسماء مطروحة وبرامج ورؤى مطروحة، والقضية الان هي في المهام والترتيبات للدولة المصرية. احنا محتاجين كقوة سياسية ان تبلور مجموعة من الاسماء التي سوف تتقدم بصورة او باخرى، ربما الفرص يعني بصورة او باخرى غير متاحة للجميع بالصورة اللي احنا توقعها، لان هناك ميل شعبي وجماهيري للفريق عبد الفتاح السيسي، لكن اخرين ايضا سيتقدمون، الاستاذ حمدين صباحي سيتقدم، وربما تكون مفاجات اخرى في اسماء اخرى. لكن خلينا اقول انه الميل المجتمعي والشعبي والجماهيري يتجه بقوه الى الفريق عبد الفتاح السيسي. هيبقى مطالب في هذا التوقيت انه يعني يعلن تقدمه لهذه الخطوه، لان هناك خطوات اجرائيه ترتبط بقيد الفريق السيسي في طبعا في جداول انتخابيه، يصيغ برنامج، يشكل نخبه تعمل بجواره في تقديمها. هناك خطوات اخرى. الجانب الاخر هو السيد حمدين صباحي، ايضا القوى السياسيه حتى هذه اللحظه جبهه الانقاذ كما تعلم لم تتفق على اسم محدد، لكن ربما يكون الاستاذ عبد الحميد هو الذي سيتقدم بصوره اخرى، ربما تكون هناك اسماء اخرى بجوار هذا. الامر انا في تقديري ده مرتبط بايه؟ بانه العمليه الانتخابيه الخاصه بالرئاسه لا تطول كما تعلم، وبالتالي القضية هتبقى محتاجة وقت قليل، وبالتالي لن تأخذ العملية أكتر من يعني بنتكلم في أسبوعين ثلاثة. أنا بس عايز أوضح بعض النقاط مع حضرتك فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. حالة الزخم السياسي المتعلق بالانتخابات الرئاسية هذه المرة مختلف عن المرات السابقة، على اعتبار أننا في المرات السابقة كانت هناك منافسة عديدة بين طيارات مختلفة على منصب رئيس الجمهورية. حالة الزخم السياسي هذه المرة ربما تكون لها مزاج الطابع السياسي العام لدى المجتمع. هل أنت تتفق معي في هذا الطرح؟ بالتأكيد، يعني لا وجه للمقارنة بين التجربة الأولى والتجربة الثانية، عشان لا أحد يقارن من هذه وجه. الآن أنت أمام ميل جماهيري وشعبي كبير تجاه مرشح واحد. القضية هنا ليست في المرشح، القضية في الخطوة التالية التي ستقدم بها المرشح، سواء كان الفريق السيسي أو الأستاذ حمدين صباحي، كلاهما هيبقى يقدم برنامج ورؤية. المشكلة أنا في تقديري في الخطوات التالية، لأنه رئيس مصر لابد أن يعمل ببرنامج، لابد أن يعمل برؤية، لابد أن يعمل بخطاب سياسي معين. الخطاب ليس مجرد أفكار أو نسق عقيدي سيحكم إطاره، إنما مجموعة من التوجهات التي ستدير هذا البلد بهذا التوقيت. الأمر الآخر أن هناك جدال لم يحسم على مستوى القوى السياسية، النخبة التي سوف تعمل خلال الفترة المقبلة، هل هي نخبة مبارك أم هي فجور ما بين عهد مبارك وعهد مرسي أم من؟ وبالتالي أنت لست في حاجة إلى أن نذكر أن احنا لم نأتي بكائنات فضائية تحاول أن تملأ الساحة. أنت كان في تصريحات محددة فيما يتعلق بهذا الأمر، أطلقها الفريق السيسي مباشرة، لكن هي القضية أنه ليست القضية في إطلاق تصريحات، صحيح، القضية في سياسات الأمر الواقع. أنت ترسم السياسة العامة لهذا البلد مع مرشح يتجه المجتمع بأكمله. ولأول مرة أنا أذكر حضرتك، تتفق النخبة وتتفق القواعد الجماهيرية على اسم معين وعلى اسم الفريق السيسي، يعني هذه كمان مجرد ملاحظة لابد
نقدر ننتمي إليها، النخبة في أعلى صفوفها وشرائحها المختلفة مع القواعد الجماهيرية والناس اللي في الشارع البسيطة. طيب دكتور، أنا قدامي دقيقة ونص، عايز أسأل سيادتك سؤال. هل تتوقع تغييرات فيما يتعلق بمؤسسات الدولة في المرحلة القادمة، خاصة بعد إعلان الرئيس اليوم عن الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الثانية، فيما يتعلق بشكل الحكومة، فيما يتعلق بهذه الأمور في المرحلة القادمة، خاصة في ظل العديد من التكونات الموجودة عن تغييرات حكومية؟ بالتأكيد أنت طبعا لابد أن هيجرى تعديل وزاري سيكون من 5 إلى 6 وزراء، وده ليس سرا لأن ده طرح في لقاءات السيد الرئيس السابقة، لأنه أنت لديك يعني وزير الإنتاج الحربي لابد أن يأتي بديل الفريق الرضا رحمة الله عليه، وحيجي مكان وزير الدفاع، وهناك تغييرات في بعض المناصب الداخلية. لكن خلينا أقول ربما تكون الحاجة أيضا ملحة لتغيير رئيس الوزراء نفسه، لأن هي المشكلة ليست في الدكتور حازم أو في الآخرين، القضية هي السياسات العامة. إذا تتحدث عن توقعات بتغيير حكومة بالتأكيد لأنه أنت أمام متطلبات جديدة لي، وأنا أعتقد المتطلبات الجديدة ستفرض سياسة عامة جديدة ليك لتتعامل مع جدول أعمال جديد لمصر في هذه الفترة. جدول أعمال هيركز على إجراء الانتخابات، مجلس النواب، ثم بعد قليل إعادة بناء هيكلة الدولة المصرية، لأنه هذه مرحلة ليست انتقالية، هذه مرحلة تأسيسية. خلي بال حضرتك، هي ليست مرحلة انتقالية لكنها مرحلة تأسيسية لبناء المؤسسات السياسية بأكمل. أعتقد هذه نقطة مهمة جدا بالإضافة إلى بعض الأجهزة الإدارية التي سيطرح التغيير لا نقاش فيها. أشكرك جدا، سعيد بلقائك. أشكرك جدا الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القراءة. شكرا جزيلا، شرفتنا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، بعد قليل أعود وأتواصل مع حضرتكم وضيفي في الاستوديو أيضا الدكتور صلاح عبد الله المحلل السياسي والبرلماني السابق. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.